الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل تركيا في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة عام 2014 وبعد سنوات من التوترات بين البلدين. السيسي قد يوقع ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حوالي 20 اتفاقية، والهدف زيادة تجارتهما إلى 15 مليار دولار، وقد تمتد الاتفاقيات إلى الغاز الطبيعي. الحقيقة أن البلدين يجتمعان بتحديات اقتصادية أبرزها التضخم وهبوط العملة وأسعار الفائدة المرتفعة. التضخم في تركيا قرب 51% في أغسطس، وفي مصر عند 25.7% في يوليو. أسعار الفائدة في تركيا عند 50%، بينما في مصر عند 28.25%، فيما تراجعت الليرة التركية هذا العام من 28.5 أمام الدولار إلى 34 ليرة، بينما تراجع الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها أمام الدولار الأمريكي.